فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر إذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام هل يباح له الجمع مع القصر؟ الجمع في حالة السير، أما في وهو نازل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع وهو نازل في منى وفي غزواته، ما كان يجمع وهو نازل، إنما يجمع إذا جد به السير. نعم.